كسب استفادة، وفي نقط معينة هنتكلم فيها، بس خلي يكمل البيان بتاعه دكتور مصطفى. تيجي وزيرة الصحة عشان ناخد بيانات واضحة صحيحة لا فيها الجهالة، أي مسكنات هيقولها الدكتور يا قضية بيه بعد إذنك، إحنا لسه ما سمعناش الرد، لسه ما عدتش حتى الرد، إحنا لغاية دلوقتي الرد الحكومة سمعناهوش، نقبل أو غير نقبل بس ما نسمعه الأول. سيد نائب حضرتك، حضرتك شاكك في البيانات اللي احنا قلناها؟ لان الوزاره كلها الهجوم الشخص على الوزير يا فندم مرفوض بعد حضرتك، الهجوم الشخص على الوزيره الدكتور مصطفى بيرد وعنده الشخص يا بدر اللجنة هناك من خمس ايام. يا فندم هتقوم يا فندم، هو حالا دلوقتي. حضرتك في غرفة مسؤولة عن الكلام ده هناك. الغرفة مش غرفة حضرتك.